علينا سهلين. احنا الان قدام احد اهم المعالم الموجوده في اوتوا واهم التماثيل اللي هو ذا ناشونال وور ميموريال او بسموه الاسم الاصلي له ذا ريسبوند. ناشونال وور ميموريال افتتح هذا المعلم في سنة 1939 تخليدا للجنود اللي شاركوا في الحرب الكنديين اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى، وتخليدا للبحث عن السلام اللي دائما كندا بتحاول انها تقوم فيه خلال العمليات العسكرية اللي بتقوم فيها خلال العالم. طبعا حنكملكم عنه. زي ما انتم شايفين الان عم بغيروا الجارد. هذا المبنى 1914-18 تحديدا للحرب العالمية الاولى في 82 اضافوا، حنورجيكم اياها الان، اضافوا شعار تخليدا للحرب العالمية الثانية والحرب الكورية. وزي ما انتم شايفين قدام المبنى هذا اللي هو Tomb of Unknown Soldiers، هذا عبارة عن قبر الشهيد الغير معروف أو الجندي المجهول، تم افتتاحه سنة 2000. تخليدا للجنود اللي توفوا في معركة فيمي ريدج في فرنسا. هون زي ما انتم شايفين تواريخ الحرب العالمية الثانية والحرب اللي وراء هي الحرب الكورية 55. سنة 2014 أضافوا جملتين لهذا أو تاريخين مهمين اللي هم South African War والأفغان ميشنز اللي كانت مشاركة في القوات الكندية. طبعا هذا المكان مشهور جدا لأنه كل سنة في نوفمبر 11 اللي هو ميموريال داي بيجوا جميع الناس على هذه المنطقة عشان يوقفوا دقيقة صمت على الشهداء الكنديين اللي شاركوا في الحروب. الساعة 11 بالضبط وقفوا كلهم دقيقة صمت، بيجي دائما البرايم مينستر تبع كندا والجفرنر جنرال بحاول يجوا كثير من الجفرنر. زي ما انتم شايفين في تو بوكسز هون محطوطين، هذا سيكرت يمكن ناس كثير ما بتعرفه. سنة 2014 للأسف صار هون عمل إرهابي، إجا واحد من الشارع وقرب على الميموريال وكان واقف جندي بحاول إنه يوقف سيمبل هو يحافظ على التمثال وطخه من وراء، فتوفى الجندي دايركت. الإرهابي هذا ركض للبرلمان اللي هو قريب جدا، عبارة عن حوالي 20-30 متر من الميموريال هذا، وعشان هيك عملوا هذا البوكس حفاظا على سلامة هذول الجنود اللي واقفين هون. أسرار كثيرة راح تضل معنا في الفيديوهات، تابعونا، اعملوا سبسكرايب وشير ولايك واعملوا كبسة على جرس الإنذارات عشان يوصلكم كل إشي، ونراكم قريبا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.